أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا بالأمس مع القسم الأول من بحثنا حول أصحاب السبت، وفي هذا البحث ذكرنا ثلاث موارد في القرآن الكريم تحدثت فيها الآيات عن قصة أصحاب السبت، من بينها هذه الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. كانت لنا إطلالة على القصة كما هي في القرآن الكريم، وأيضاً حاولنا أن نحدد المكان أو مكان القرية جغرافياً، وصلنا إلى أكثر من رأي. الفترة الزمنية أيضاً ما استطعنا أن نحسم هذا الأمر من خلال التراث الإسلامي. ذكرت أيضاً من العهد القديم، عند اليهود العهد القديم يسمونه التنخ، هو مختصر ثلاث كلمات مختصرها التنخ. طيب، توراة يعني، والنبيين يعني كتب الأنبياء، وكتبيم يعني كتب العلماء والحاخامات اللي كتبوها. فمختصر هالثلاث كلمات توراة نبيين كتبيم صار تنخ أو تنك، هم الكاف يقولونها خاف تصير تنخ. طيب، فهذه في التنخ في العهد القديم احنا شفنا كيف ان تشريع السبت كان ملزم، والتجديد كان موجود بشكل كبير لعدم التمرد على هذا التشريع في الرسالة الموسوية، في الشريعة الموسوية. يوم السبت يوم عطلة، يوم إجازة من العمل، ويوم عبادة وتوجه إلى الله. نتابع مع العهد القديم التنخ كيف تعامل اليهود أتباع هذه الشريعة، كيف تعاملوا مع هذا التشريع. وقصة أصحاب السبت هو نموذج من هذه النماذج، نماذج التمرد على تشريع السبت. نلاحظ في العهد القديم عدة موارد من نقض الميثاق، على الرغم من أن بالأمس شاهدنا مقطع النبي موسى عليه السلام يخبره الله أن هذا التشريع من يخالفه قتلا يقتل بهذه الشدة. مع هذا، مع التوصيات، مع الوعيد، نلاحظ بأن هناك أكثر من مشهد للتمرد. على عهد موسى عليه السلام في القصة المرتبطة بنزول المن والسلوى، هذه القصة موجودة في القرآن. الله سبحانه وتعالى في أثناء فترة ما بعد خروج بني إسرائيل من مصر، في هذه الفترة الله أنزل عليهم المن والسلوى. السلوى طائر، والمن هي مادة، راح نوريكم بعد شوي صورة عنها، هي مادة غذائية تظهر على النبات. يقول: فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، كميات رهيبة من هذا الطير موجودة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، شيء مثل القشور، مثل حبوب الصغيرة جدا ناعمة، دقيق كالجليد على الأرض. شلون الجليد لما يصير الثلج لما ينزل بعدين يصير جليد يصير أبيض، شيء من هذا القبيل، الأرض كانت بيضاء. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فيقولون كلمة المن جاءت من شنو؟ من تعبيرهم أهما من هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. هم الآن في الصحراء، ما عندهم إمكانية يزرعون القمح، وهم بحاجة إلى مادة غذائية،
مكونة من عنصرين، عنصر اللحم والعنصر الآخر ماذا؟ الخبز. افتقدوا هالعنصرين، لا عندهم تربية للأغنام والبقر والطيور وغير ذلك، عندهم كمية من الماشية يدوب تكفيهم للتنقل وحاجاتهم الرئيسة، وما عندهم أيضا زراعة قمح وكذا، ولا يقدرون يشترون، ولا عندهم أموال، هم في التيه الآن في مرحلة خروج إلى الصحراء. الله سبحانه وتعالى من عليهم بشيء، طير يأتيهم يصيدون براحتهم، مع أنه يطير وينتقل، لكن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الطير لهم بكميات ضخمة كثر ما يقدرون يصطادون ويأكلون منه. والأمر الآخر بدون حاجة للتربية، والأمر الآخر هذا المادة الغذائية اللي هي بديلة عن ماذا؟ هي مادة سكرية، تحقق لهم نوع من البديل عن الخبز. هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا المن، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله. ما تروح تجمع، ما تروح تبي تتاجر فيه، وهي كمية خاصة لماذا؟ حاجتك الغذائية فقط، لا حد يطمع. وقال لهم موسى لا يبقي أحد منه إلى الصباح، ما بي أحد يأخذ كمية بحيث يزيد عنده لباكر، تأخذ على قد أكلك مال يومك. لكنهم، هذا التمرد، لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى الصباح. في ناس لا عينهم ضيجة تعبيرنا، راحوا خشوا كمية، فتولد فيه دود وأنتن، اختربت الكمية اللي كانت شنو مخزنة. وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب، ولما يذوب ما يقدرون بعد شنو يستفيدون منه، فإذا فقط كان إمكانية في الصباح يلمونه وبعدين يأكلونه خلال النهار، وباكر الله يمن عليهم مرة ثانية. وإذا حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة أنهم التقطوا خبزا مضاعفا، لاحظوا أن الكمية شنو كثيرة، وأذن لهم، أذن لهم بأن يأخذوا ضعف الكمية. ليش؟ لأن غدا شنو السبت، ما في مجال للعمل، عمرين للواحد، كمية مضاعفة. فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم هذا ما قال الرب، غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، يعني يوم الجمعة، وكل ما فضل الكمية الزايدة ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن، معنا في المرة السابقة لما خالفوا دود، ولا صار فيه دود. فقال موسى كلوه اليوم لأن للرب اليوم سبتا، تقدرون تأكلون هذه الكمية اللي تم تخبئتها اليوم، لا تجدونه في الحقل، برا ما راح تلقون شيء، هذه الكمية اللي عندكم كلوها. ستة أيام تلتقطونه، صار قاعدة خلاص من اليوم ورايح، ستة أيام كل يوم بيومه، يوم الجمعة راح يمضاعف، تأخذون ليوم السبت، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه شيء. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب، بعض الناس اللي عيونهم ضيجة، شنو صار؟ خرجوا ليلتقطوا، مع كل اللي قال لهم وكل هذا الوضع المعجز اللي قاعد يشوفونه، طلعوا إلى الصحراء، قالوا بلكت شنو يطلع شنو كلام النبي موسى مو صحيح، ونخزن كميات أكثر، فلم يجدوا. فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي؟ طبعا الكلام مو موجه لشخص موسى، وإنما هذا النموذج المتمرد. وشرائعي، انظروا إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، يوم السبت لحد يتحرك، خليكم يوم عطلة وعبادة، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، لما انفلسوا شافوا فعلا ماكو شيء والله غضب عليهم استكانوا.
ودعا بيت إسرائيل اسمه منن، سموه من، وهو كبزر الكزبرة، أبيض مثل حبة الكزبرة. إذا تروح الحين تشتري بهارات أكو حبة الكزبرة تشوفها مثله بس على أبيض، وطعمه كرقاق بعسل، كنا خبز مع شنو؟ عسل. فهو شيء رائع جدا ومجاني وكميات وفيرة ويكفي الجميع. شوفوا وياي هذا بذور الكزبرة وهذا المن اللي ينبت على الشجر، اليوم موجود هذا كمادة غذائية موجود، ويسوون منه القز مثل ما احنا نقول بعض أنواع القز، هذا حلوى المن والسلوى يسمونها، بعض أنواعه طبيعي يصنع من هذه المادة لكن يكون سعره أغلى. مورد آخر في التنخ أيضا يتكلم عن تمرد على تشريع السبت في عصر لاحق بعد موسى عليه السلام بتقريبا 6 قرون 5 قرون شيء من هذا القبيل، على عهد إرميا. إرميا احنا تكلمنا عنه في العام الماضي من أنبياء بني إسرائيل، كان معاصرا للسبي البابلي يعني في أواخر القرن 7 الهجري في أوائل القرن 7 الهجري. في إرميا، سفر إرميا الإصحاح 17، هكذا قال الرب تحفظوا بأنفسكم. طبعا في هذه الفترة التمرد كان كبير جدا، الناس ابتعدوا عن التشريعات وكذا، ولا تحملوا حملا يوم السبت، يوم السبت لا حد يشيل ينقل أغراض كذا ممنوع، ولا تدخلوه في أبواب أورشليم يعني التجارة هذه بأن تجيبون بضائع وكذا يوم السبت ما في، ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم. هذا النبي يخبرهم عن الله، عن الله بأن مثل التشريع السابق أنتم لازم تلتزمون. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم يعني ما أنصتوا ما أعطوا اهتمام، بل قسوا أعناقهم، قردن كلفتية صاروا، قسوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا تأديبا. يعني أيضا شنو؟ طنشوا حتى بعدين شي يقولون ما سمعنا ما ندري، فليش نعاقب؟ لماذا نعاقب؟ فحيلة من الحيل. وبعد أن بيّن لهم هذا النبي النتائج التي يمكن أن تترتب على طاعتهم، حذرهم من مغبة العصيان وآثار العصيان، ولكن إن لم تسمعوا، إذا سمعتم لكم كذا وكذا، ولكن إن لم تسمعوا لي لتقدسوا يوم السبت لكي لا تحملوا حملا ولا تدخلوه في أبواب أورشليم يوم السبت، فإني أشعل نارا في أبوابها. يعني تحترق شنو؟ بمعنى آخر أبواب سور أورشليم القدس، هذه أحرقها لكم، يعني بمعنى يصير حرب، يصير فتنة داخلية بحيث أنه يصير في دمار، فتأكل قصور أورشليم ولا تنطفئ. هذه النار راح تستمر أيام وأيام تدمر كل شيء، انتبهوا لا تتمردون. وفعلا تمردوا وصار الغزو البابلي 3 مرات رئيسة، 3 مرات حرب كبيرة، المرة الأخيرة اللي صار فيها السبي البابلي الكبير المعروف، يعني 3 غزوات بابلية، الثالثة كان السبي البابلي المعروف. على عهد نحمية، نحمية في سفر من ضمن العهد القديم التنخ، أكو كتاب جزء اسمه سفر نحمية. هذا نحمية يبدو يعني حسب ما عندهم في تراثهم إنه رجل من بني إسرائيل، ما لقيت أنه مذكور أنه هو نبي من الأنبياء، لكن يعتبرونه شخصية من شخصياتهم. في تلك الأيام رأيت، من اللي يقول رأيت؟ من الفاعل؟ نحمية. نتعرف على نحمية، نحمية بن حكليا من شخصيات بني إسرائيل، عاش في القرن 5 قبل الميلاد وعاصر عزرا الكاتب اللي العام تكلمنا عنه. عزرا الكاتب متى كان؟ كان بعد ما انتهى السبي البابلي وكورش صار هو الملك، وبعدين عفى عن بني إسرائيل ورجعهم، بعدين يا أرتحششته
أو أرتحشست لمن يا هذا الملك الفارسي، هذا كان مزامن له وكان يخدم في بلاط الملك الفارسي. أرتحشست أو أرتحششت في مدينة شوشن أو سوسة أو شوش، الآن اسمها مدينة شوش من إقليم إيلام. شوفوا وياي، هذه دزفول وهذه الأهواز وهذه الكوت في العراق وهذه العمارة في العراق وهذه البصرة وهذه مدينة شوش سوسة، ولها لليهود تاريخ في هذه المدينة بعد السبي. طبعاً هم انتقلوا قسم منهم هناك ظلوا ولهم هناك تاريخ وذكريات في هذه المدينة وفي عموم إقليم إيلام أو عيلام. يقول في تلك الأيام رأيت في يهوذا، يهوذا قسم، ذكرون أن الأراضي اللي كانوا يحكمونها ما يعرف باسم فلسطين اليوم، قسمين إسرائيل ويهوذا. في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت، معاصر يعني يدوسون شنو؟ إني أرى أني أعصر خمرا، يعني شنو؟ العنب نفسه يعصرونه يحولونه إلى خمر. قوما يدوسون معاصر في السبت، مع أن السبت مو يوم عمل، ويأتون بحزم ويحملون حميرا، وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل. فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، والصوريون، مدينة صور اللبنانية، الصوريين هذيلة الساكنون بها، اللي ساكنين في أورشليم اللي هم مو يهود وإنما وافدين عليها، كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا في أورشليم. فكانوا اليهود يروحون يشترون وما يجوز لهم إن يسوون إن يشترون. صحيح الصوري مو ملزم بالشر تشريع، لكن اليهودي مش ملزم. يقول فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت؟ ألم يفعل آباؤكم هكذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر؟ شوفوا حالتنا إحنا وشوفوا السبي اللي صار لنا ودمار بلدنا وعلى هذه المدينة. فإذن هو يتكلم عن ما حصل قبل تقريبا 80 سنة. وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت. ما تتعلمون؟ ما تتعظون من الدرس؟ نموذج الرابع والأخير على عهد الإسكندر، يعني القرن الرابع الهجري، عفوا القرن الرابع قبل الميلاد. في سفر المكابيين الأول في الإصحاح الأول منه، بعد أكثر من نصف قرن من النص السابق، يقول وكثيرون من إسرائيل ارتضوا دينه، يعني صاروا شنو؟ وثنيين على دين الإسكندر المقدوني. إسكندر المقدوني كان وثني، هذيلا صاروا على دينه، وذبحوا للأصنام، يقدمون قرابين للأصنام، ودنسوا السبت، يعني صاروا يعملون يوم السبت، وأنفذ الملك كتبا على أيدي، يعني هذا الإسكندر، على أيدي رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سنن الأجانب في الأرض. لازم طريقتهم في الحياة، قوانين تمشي على وفق دولة الإسكندر وليس على الشريعة الموسوية، ويمتنعوا عن المحرقات. ذكرت أنا من قبل القربان اللي يذبحون اليهود، القربان اللي يذبحونه مو مثلنا نطعم فيه الفقراء، لا، الله كان يقول لهم شبوا نار وحرقوها، وقلنا هذا جزء منا تأديب لنفسهم الطماعة، لأن هذا شيء من الملك أنت تشوفه يروح من إيدك ويحترق وما حد يستفيد منه، يعور القلب وايد أكثر من أنك تعطي حق واحد يقول لك رحم الله والديك شكرا مثلا يدعي لك وكذا، لا، هذا يروح بالنار. ويمتنعوا، قال لهم ما في شيء اسمه شنو؟ تحرقون ذبايحكم لله. ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة والسكيب في المقدس. السكيب مأخوذ من السكب، سكب، السكيب هو الخمر اللي كانوا لمن يقدمون الذبيحة كانوا ماخذين عادة أيضا وثنية. شنو هذه العادة الوثنية؟ الوثنيين كانوا مع القرابين اللي يقدمونها للأصنام
كانوا يحطون قلاص دم أو إناء في دم يقدمون قربان للإله. هذا الهم قاموا حولوا الدم سووا شنو؟ خمر، يحطون خمر والكهنة ما يشربون منه، هذا بس يروح كذي هدر يعني، فهذا يسمونه السكيب. قال لهم ممنوع في المقدس، ويدنس السبوت والأعياد، يعني أيام العيد تشتغلون، أيام السبت تشتغلون، وينجس المقادس والقديسين، ويبتنوا مذابح وهياكل ومعابد للأصنام، ويذبح الخنازير والحيوانات النجسة، ويترك بنيهم قلفا، يعني ما في ختان، أولاد ما حد يطهر، ما يختنونهم، ويقذر نفوسهم بكل نجاسة ورجس. اليهودي عنده شنو؟ تشريعات الطهارة مثلنا وأشد بعد من عندنا، الدم والبول وما أدري شنو. قال لهم لا، ما في، ما تمشون على هذا، مثل الوثنيين حالكم، حتى ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام، ومن لا يعمل هذا الفرمان بمقتضى كلام الملك يقتل. وكتب بمثل هذا الكلام كله إلى مملكته بأسرها، وأقام رقباء على جميع الشعب، وأمر مدائن يهوذا بأن يذبحوا حق منه؟ حق الأصنام، في كل مدينة، فانضم إليهم كثيرون من الشعب، كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر في الأرض. فبالتالي صار أكو تمرد واسع جدا. بعد هذا الاستعراض لنماذج من تمردهم على تشريع السبت المشابه للتمرد اللي تكلمنا عنه في أصحاب السبت، في أصحاب السبت كما جاء في القرآن الكريم، نبي نشوف النص القرآني. أمس أنا لخصت الفكرة مالته، الفكرة جدا بسيطة، ما عندنا وايد تفاصيل، كيف أن بعض القصاصين ومفسري القرآن وأمثالهم من الذين يبحثون عن الإثارة أو إظهار العلم، أو نفوسهم مريضة لسبب ما، أو من المتأثرين بمسلمة أهل الكتاب، كيف أضافوا الكثير من التفاصيل ولا نعلم من أين جاءت هذه التفاصيل ولا مدى صحتها، وهي غير منسوبة لا لنبي صلى الله عليه وآله ولا إلى إمام. وهذه التفاصيل راح نلاحظ أكو عملية بناء عليها، يعني واحد يحط له طابوقة زيادة، هذاك يحط له طابوقتين زيادة، هذا يسوي له دريشة، هذا يحط له سقف ويصير بيت بالنهاية. بهذا الشكل راح نشوف التدرج شلون القصة تتضخم وتدخل فيها تفاصيل كثيرة. راح أعتمد أكثر شيء في البداية على تفسير الدر المنثور للسيوطي، باعتبار أنه هو مؤلفة يعني إما أواخر القرن التاسع أو بدايات القرن العاشر الهجري، هو متوفي 911 سيوطي، فإذا تراكم الأحاديث صار على مدى كبير من الزمن. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيتان يعني السمك، وفي رأي أن الحيتان يعني السمك الكبير، الصغير ما يسمونه حوت، يوم سبتهم، فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها، فمكثوا كذلك، مكثوا كذلك ما شاء الله مدة زمنية طويلة، ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم، اصطادوها، أخذوا الحيتان يعني صاروا يصيدون، هذه المفردة راح تتغير بعد شوي، أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة فلم يزدادوا إلا غيا، فقالت طائفة من النهات تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ الفئة اللي تقول حق الناهية ليش تتكلمون، شكو داعي، وكانوا أشد غضبا من الطائفة الأخرى، وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالتا، الطائفة الأولى لم تعظون، والطائفة الثانية والذين قالوا معذرة إلى ربكم، يعني اللي احتجوا وقالوا ليش تعظون ذل ماكو منهم فايدة، والفئة الثانية اللي كانوا ينهون عن المنكر كلاهما نجتا، هذا مخالف لظاهر القرآن الكريم، إن الله أنجى منه اللي كانوا ينهون عن المنكر.
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. يعني ما عندنا وايد تفاصيل، الرواية تقريبا ما خرجت عن ظاهر السياق القرآني إلا اللهم حددت اسم القرية، في القرآن ما في تحديد. الفئة الثانية برأتها، وظاهر الآيات إن لا، الفئة الثانية شملت بالعذاب. الحين نشوف الزيادة أيضا هالمرة عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله واسألهم عن القرية إلى آخر الآية، قال إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم، يعني كان يوم عطلتهم يوم جمعة مو يوم السبت. شلون المسلمين عندنا احنا يوم الجمعة يوم العبادة ونروح المسجد، اليهود كان تشريعهم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت. أهما من كيفهم اعترضوا وخالفوا وحولوا من الجمعة إلى السبت، فعظموه وتركوا ما أمروا به، يعني عظموا يوم الله مو طالبة منهم حسب هذا النص. وأيضا ماذا؟ تركوا الجمعة وحرموا يوم السبت. هذا عنصر جديد ما كان قبل شوي، وأصلا مو موجود في القرآن الكريم شيء من هذا القبيل. وكل النصوص اللي موجودة من العهد القديم، النصوص التاريخية، ما سمعنا بهذا من قبل، إن اليهود كان تشريعهم يوم جمعة، تشريعهم يوم سبت من الأول. في التوراة موجود هذا أكثر من نص إلى آخره. نعم التوراة فيها تحريف بس مو بهالدرجة، وإحنا نشوف بأن تشريع السبت والله يذمهم ويعاقبهم وكله موجود في التنخ وفي التوراة. فبالتالي ماكو أي شيء يقول بأن يوم الجمعة كان هو اليوم المقدس وأهمة تمردوا وحولوا إلى السبت والله عاقبهم لهذا السبب. هذه إضافة من الرواة، من بعض القصاصين، إضافة غير حقيقية شوهت القصة وأدخلتها في مسار آخر. الآن شنو السبب؟ مزيد من الإثارة، إظهار للعلم، تلاعب في مدلول القصة القرآنية، ما ندري، ولكن هكذا جاء في الرواية. وكما دخل هذا العنصر عند أهل السنة على لسان ابن عباس، أدخلوه على لسان الإمام جعفر الصادق عليه السلام في مصادرنا. فروى الشيخ الصدوق في الشرائع على الشرائع عن رجل، من هذا الرجل اللي يروي عن الإمام الصادق ما ندري، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا يوم الجمعة وأمسكوا يوم السبت فحرم عليهم الصيد يوم السبت. وإحنا ندري تشريع السبت من متى كان؟ من عهد موسى عليه السلام، ما له علاقة بهذا القصة. لكن هذا الرجل اللي ما ندري منه هو وضع على لسان الإمام الصادق رواية وأدخل هذه الرواية بهذا الشكل. وأنا من خلال تتبعي خلال سنتين أو أكثر من سنتين، يعني 3-4 سنوات اللي اشتغلت بهالمجال، كلما وجدت تلاعباً في مفردات معينة على لسان ابن عباس أو قتادة أو مجاهد أو كذا غيرهم، هناك في بعض المفردات أجد بأن الواضع هناك لم يرتح إلا أن يضع شيئاً في سلتنا إحنا أيضاً، ونسبه للباقر وزين العابدين والصادق إلى آخره. فهناك يعني آلة كانت تشتغل، أكو يعني مجموعة أو عقلية أو جماعة متقصدة كانت تضع في التراثين معا شيء من هذا القبيل، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة. فلما ابتدعوا السبت ابتلوا فيه، الله اختبرهم فيه، قالوا خلاص ما دام اخترتوا السبت وتمردتوا علي حسب النص هذا أختبركم. فحرمت عليهم الحيتان، وهي قرية يقال لها مدين بين أيلة والطور، فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهبت فلم ترى حتى مثله من السبت المقبل، فإذا جاء السبت عادت شرعا. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا، هذا التفصيل ما كان في الرواية القبلية ولا في القرآن، فحزمه بخيط، راح ربط شنو سمكة حتى لا يرتكب يعني المحرم، صاد بس ما أكل ولا باع ولا شيء،
مسك السمكة ايش سوى فيها؟ ربط عصعصها، ربط ذيلها بخيط. الحين ما ادري هذا يصير عمليا ولا ما، تزلق هي وتمشي. فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل. فاذا خيط طويل وتد هني والسمكه راحت بالماء، ولكن شنو السمكه؟ مثل اجلكم الله الكلب مربوطه او الخروف مثلا. فلما كان الغد، صار يوم الاحد هني يقدر شي يسوي. فلما كان الغد جاء فاخذه فاكله سرا، بالسر راح واكل. طيب من وين ياب ابن عباس او اللي وضع الروايه على لسان ابن عباس، من وين ياب هذا التفصيل؟ ما ندري، من جيبه. ففعلوا ذلك الباجين لما شافوا كذي قالوا والله خوش فكره، احنا ما اكلنا يوم السبت من هالسمك، اكلنا الاحد، بس احنا هم ما صدنا، بمعنى بين قوسين ما صار صيد حقيقي، لان السمكه ما زالت وين؟ بالماي، بس مربوطين. عاد انت تخيل سمك كميات وكله مربوط. وهم ينظرون ولا يتناهون الا بقيه منهم، فنهوهم حتى اذا ظهر ذلك في الاسواق علانيه قالت طائفه للذين ينهونهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم في سخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. فكانوا أثلاثا، ثلثا نهى وثلثا قالوا لم تعظون وثلثا أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا. هذا خلاف الرواية السابقة ومتوافق مع ظاهر القرآن. وهلك سائرهم، فأصبح الذين نهوا ذات غداة في مجالسهم يتفقدون الناس لا يرونهم. وينهم؟ وين باقي الناس؟ ما طلعوا من بيوتهم، وقد باتوا من ليلتهم وغلقوا عليهم دورهم. يعني ذلاك الناس اللي الله أنزل عليهم العذاب كانوا بذيك الليلة شنو؟ كلهم في بيوتهم ومقفلين البيبان. فجعلوا يقولون مدام ما طلعوا إن للناس شأنا، صاير فيهم شيء، فانظروا ما شأنهم. فاطلعوا في دورهم، صعدوا على السوار البيوت، فإذا القوم قد مسخوا يعرفون الرجل بعينه. حط ببالك هذه المفردة، إن اللي صاحين الأوادم يعرفون هذا القرد إنه هو منه فلان الفلاني، يعرفون الرجل بعينه، لكن الآن هيئته شنو؟ وإنه لقرد. والمرأة بعينها وإنها لقردة. فإذا كانوا يميزونهم. بعد شوي الرواية الثالثة لا تأخذ منحى آخر. الآن هذه الإضافة أيضاً ما كانت موجودة، ونلاحظ هنا كأن القصاصين بدأوا شي يسوون، يعطوا شوية زيادات. إيه نعم. الآن لاحظ شلون تطورت أكثر أيضاً في الدر المنثور. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة، بس ما يقول عن ابن عباس. العادة إحنا عكرمة عن ابن عباس ما ندري إن الاسم ساقط ولا هو من عنده. قال كانت قرية على ساحل البحر يقال لها أيلة، وكان على ساحل البحر صنمان. هذا شيء جديد، إضافة جديدة. حط هني شنو بعد؟ أصنام من حجارة مستقبلان الماء يقال لأحدهما لقيم والآخر لقمانة. هم سوا ذكر وشنو؟ نثية. سماهم هم يعني خيالهم مو وايد واسع، شاف له اسم بالقرآن لقمان، هم ياب شيء قريب منها. طيب فأوحى الله إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين. هذه إضافة، إن السمك لمن ينشر عن ينحق منه باتجاه الصنمين، مو بأي مكان. وأوحى إلى أهل القرية أني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت، فلا تعرضوا للسمك يوم لا يمتنع منكم، فإذا ذهب السبت فشأنكم به فصيدوه. طيب هذا واضح إنه عنصر الإثارة، لكن هل ممكن الله يختبر الناس بشيء من هذا القبيل، إنه يخلي السمك الحيوان هذا يحج؟ هذا مو سبب لفتنة الناس والابتعاد عن دين التوحيد؟ الله يخلي شيء من هذا القبيل؟ فكان إذا طلع الفجر يوم السبت أقبل السمك شرعا إلى الصنمين لا يمتنع من أخذ يأخذه. أي واحد هم كان يبي يصيد يصيد. فظهر يوم السبت شيء من السمك في القرية، بدأ ينزل بالسوق، فقالوا نأخذه يوم السبت فنأكله يوم الأحد. فلما كان يوم السبت الآخر ظهر أكثر من ذلك، فلما كان السبت الآخر
ظهر السمك في القرية أيضا، نزلوا بالسوق. فقال قوم إليهم قوم منهم فقام إليهم قوم منهم فوعظوهم فقالوا اتقوا الله، فقام آخرون فقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما كان سبت من تلك الأسبات فشى السمك في القرية، لا السوق امتلأ سمك، فقام الذين نهوا عن السوء فقالوا لا نبيت معكم الليلة في هذه القرية. هذا عنصر جديد ما كان قبل، طلعوا من القرية قالوا ما نبات، احنا نحس ان شنو هذا مكان ملعون. فقيل لهم لو اصبحتم فانقلبتم بذراريكم ونسائكم، زين طولوا بالكم باكر الصبح طلعوا، قالوا لا نبيت معكم الليلة في هذه القرية، فان اصبحنا غدونا فاخرجنا ذرارينا وامتعتنا من بين ظهرانيكم، وكان القوم شاتين، كان شتاء. كل هذه التفاصيل أصلا ما كانت موجودة ومن وين ما ندري. فلما أمسوا أغلقوا أبوابهم، فلما أصبحوا لم يسمع القوم لهم صوتا ولم يروا سرجا خرج من القرية، ما في أيضا حيوانات مسروجة أحد صاعد عليها، قالوا قد أصاب أهل القرية شر، فبعثوا رجلا منهم ينظر إليهم. فلما أتى القرية إذا الأبواب مغلقة عليهم، فاطلع في دار فإذا هم قرود كلهم، المرأة أنثى يعني قرد أنثى والرجل ذكر، ثم اطلع في دار أخرى فإذا هم كذلك، الصغير صغير والكبير كبير، يعني على أعمارهم بس كلهم متحولين إلى ماذا؟ قردة. هذه كلها تفاصيل ما شفناها قبل. ورجع إلى القوم فقال يا قومي نزل بأهل القرية ما كنتم تحذرون، أصبحوا قردة كلهم، لا يستطيعون أن يفتحوا الأبواب، فدخلوا عليهم، يعني هذيل القردة ما عندهم قدرة على أن شنو يفتح القفل وكذا، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة كلهم، كلها تفاصيل ما كانت. فجعل الرجل يوم إلى القرد منهم، أنت فلان، ولا أنت مثلا شحيبر مثلا كذا اسمك كذي، هو شي يقول له يهز براسه يقول اي نعم. هذا طبعا كله عناصر يعني اضافيه اصلا ما ندري من وين جاء. فيومئ براسه نعم وهم يبكون، فقالوا ابعدكم الله قد حذرناكم هذا، ففتحوا لهم الابواب فخرجوا، يعني القرده خرجت فلحقوا بالبريه، راحوا الى الصحاري وطلعوا من هذه القريه. القرطبي في جامع الأحكام، تفسيره جامع الأحكام طبعا زمنه هو قبل السيوطي، يقول وروي في قصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام، وأن إبليس أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض، يعني إبليس علمهم شنو؟ خدعة، ماكو بعد ربط الخيط وكذا، لا هالمرة طلع لنا قصة جديدة، إن سووا شنو؟ أحواض. فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة، يسوون منافذ يدخلون السمك هذا إلى وين؟ الحيت إلى الأحواض، فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء فيأخذونها يوم الأحد. هذا تفصيل جديد ما كان عندنا من قبل. أيضا القرطبي يقول وروى أشهب عن مالك قال زعم ابن رومان، قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبو روح يزيد بن رومان الأسدي مولى الزبير بن العوام، أمس هذاك كان مولى منه معاوية بن أبي سفيان، هذا مولى منه الزبير بن العوام، كان أحد قراء أهل المدينة وكان عالما بمغازي رسول الله. عادة لمن يقولون عالم بمغازي رسول الله يعني من القصاصين، من القصاصين يتخذون مهنة القصص له. وكان ثقة سكن المدينة وكان وبها كانت وفاته سنة 300. يقول زعم ابن رومان، ولمن يقول زعم واضح أنه هو شنو مو مرتاح، وواضح أن المصدر مجهول أصلا، هذا ابن رومان من وين له الخبر؟ أنهم كانوا يأخذون الرجل، كانوا يأخذ الرجل خيطا ويضع فيه وهقة، وهقة يعني شنو؟ يعني أنشوطة، أنشوطة هو الحبل اللي تربط تسوي دائرة بعدين من تسحبه شو يصير؟
يضيق الدائرة فتمسك أجلك الله الحيوان فيه، ويضع فيه وهقة وألقاها في ذنب الحوت وفي الطرف الآخر من الخيط وتد، وتركه كذلك إلى الأحد. ثم تطرق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يبتلى، شافوا ما يصير فيه شيء، حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده. قاموا يجاهرون بهذا الشيء، يقول أنا اليوم صت 1000، هذاك يقول صت 100. فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت، وقيل إن الناهين قالوا لا نساكنكم، فقسموا القرية بجدار. هذا تفصيل جديد ما كان قبل، إن سووا جدار صار الحين عندنا. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا إن للناس لشأنا، فعلوا على الجدار، إذن مو على طوفة بيت، وإنما الجدار الحاجز بين قسمي المدينة. فنظروا فإذا هم قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أنسابها من الإنس. مساعش كان يقول هناك إن البشر يعرفون منه هذيل القردة، ولم تعرف الإنس أنسابهم من القردة. شوفون القرد ما يدرون هذا منه، ذيك الرواية تقول لا، الإنسان كان يعرف إن هذا فلان الفلاني. فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس، هذا ولد عمه يروح حق ولد عمه، هذا خالة يروح حق خالة. فتشم ثيابه وتبكي، يعني بعد صار دراما عندنا، المنظر يبي يقول لهم هالشكل، الناس تقعد تسمع هالقصة لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا، والناس تتفاعل. فيقول ألم ننهكم؟ فتقول برأسها نعم. قال قتادة صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، الكبار بالسن صاروا شنو؟ خنازير، والشباب صاروا قردة. من وين ياب هذا؟ ماكو شيء بالقرآن، 3 موارد اللي الله تكلم فيها بالقرآن عن القصة قال إنهم تحولوا إلى شنو؟ قردة. فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. قال القرطبي في بيان تفاصيل أخرى عمد من خلالها إلى تحديد عدد كل فئة من الفئات، هذيل كم نفر كانوا وذيل كم نفر كانوا. وقال جمهور المفسرين إن بني إسرائيل افترقت 3 فرق، وهو الظاهر في الضمائر من الضمائر في الآية، فرقة عصت وصادت وكانوا نحو من 70,000، وفرقة نهت واعتزلت وكانوا 12,000، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعصي، ما ذكر الرقم مالهم، كان زينها مزودنا نعرف عدد سكان هذه القرية، كله من جيبهم. وكما ذكرت قبل قليل هذا الذي وضع هنا لم يرتح إلا أن يضع في تراثنا أيضا. فرووا عن الإمام زين العابدين عليه السلام في تفسير منسوب للإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري وهو مكذوب على الإمام العسكري ومليء بروايات شاذة وغير ذلك، ومحققين كسيد الخوئي يأكدون أن هذا غير صحيح، نسبته غير صحيحة إلى الإمام العسكري، عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال فكانوا في المدينة نيفاً 80,000، فعل هذا منهم 70,000 وأنكر عليهم الباقون. إن شاء الله نكمل استعراض مجموعة من الروايات يوم غد وأبعاد أخرى من القضية، حتى إن شاء الله نختم البحث يوم السبت بإذن الله تعالى في القسم الرابع من خلال تناول معنى المسخ، كيفية المسخ، كيف يمكن نتصور هذا الأمر، وماذا يوجد لدى أهل الكتاب من قصة حول مسخ أصحاب السبت إلى قردة، عندهم شيء من هذا القبيل أم تفرد القرآن بذلك؟ والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.